السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دونك الى كنتو كتابعو هاد الفيديو هدا يعني انكم بلي راه من بخومي فيديو ديال لا ميطود فيفو دونك في الفيديو ان شاء الله غنقراو نقراو لا ميطود ديال ليفو لاست ان فيرست اوت يعني كيما كنقولو بالعربية التالية دخلات هي اللولة تخرج Donc, nous avons de avec corrigé pour un article, donc l'exercice la la méthode Donc, l'exercice. Et après, je la L'exercice de Donc, pour un article, donné dans cette entreprise de montage de matériel électrique, le stock de débit. Le 1. J'envie 200 unités à un unité unitaire de 2000 vassalets indélectes. Les mouvements enregistrés ensuite sont énumérés. Donc, l'analyse opération, Comme document que je vous déjà créé sur vidéo de la méthode FIFO. Donc, la question, établir la fiche de stock par la méthode de l'IFO. Donc, je vais mettre le screen. Donc, nous d'abord la solution.

عطينا خمس مئة كتركزو نتوما على الأثمنة دوك مية راه السلعة ديال لي فيها ديك مية حبة غادي تخرج بمية فاصلة تسعود فيها حبة تخرج ديال دابا ندوزو باش الفرق بين لا ميثود فيفو مع لا ليفو دوك عطينا لو عشرة جونفيي تروسون يونيتي خرجات لاسوغتي دوك هي ايه لو ديس كنجيو للسورتي ها دابا ردو البال علاش ما علاش حيت ديك 100 راه من الاولاني ولكن لا ميثود لي شنو كتقول لاست ان فيرست يعني لاست هي التاليه اخر كونتيتي دخلات شكون هي هي 500 اخر كوموند دخلات هي 500 يونيتي دونك لا غادي نهزو من 500 يونيتي علاش حيت 500 هي التالية دخلات دونك لا هي 500 دونك شنو درنا درنا في لا 300 دونك ممكن نهزوها كاملة من هاد ستوك هدا دونك 300 كنحسبوها بالثمن ديال هاد 500 500 اللي هو 9 2700 دونك شنو كنديرو هنايا كنكتبو الاول كان هو دونك 300 خرجات من 500 شحال كتبقى لنا بقات لنا 200 يونيتي دونك من السلعه ديال 500 بقات لنا 200 الثمن ديال 90 1800 حنا كذلك لا سورتي 11 جونفي عفوا 20 جونفي خرجت 100 يونيتي دونك عفوا انا بغيت نكتب 20 جونفي خرجت لنا 100 يونيتي دونك ديك 100 واش غنهزوها الله ركزوا معايا دابا واش غنهزوها من هاد هاد لا سون الاولى ولا من هاد دو سون شنو قلنا قلنا لاس ان فيرس او يعني اخر كوموند كتبقى فهاد 200 هادي دونك 100 سود الثمن ديالها ها هي الثمن ديال 200 هادي و 9 درهم راه هي باش حسبنا هنايا دونك عطاتنا 900 دونك دونك في الستوك شنو بقات لنا بقات لنا ديك 100 الاولى اللي هي 8.9 وفي الستوك

ماشي بحال هادي اللي لك كل ثمن 9.2 كل يونيتي ب 9.2 دونك راه غادي تلاحظوا الفرق يعني ما يمكنش يحسبوا كل يونيتي ب 4250 درهم دونك يعني هاد 4250 كتعني التوتال ديال هاد 500 يونيتي دونك داكشي اللي درت هنايا ها هي درت هنا الكونتيتي 500 هو دونك انا باش بخي شنو كنقسمها على 500 كتعطيني 8.5 دونك 8.5 هي الثمن ديال السلعة هادي اللي دخلات دونك كنحطو في لو الاولى اللي ولو الثانيه ها هي كنعاود نقيدوها وكنزيدو عليها لو ستوك دخل دونك باش بألكم 500 هادي هي يعني تخرج من السلعه ماشي من هادي ماشي من هادي وانما من هادي لحقاش علاش اخر وحده دابا دخلت كذلك اوبيراسيون سويفون لو دو دخلت عاوتاني السلعه شحال 400 يونيتي الثمن ديال درهم ها هي لو دو اونتري 400 يونيتي قيدنا كذلك ال100 الاخرى ديال لو هو 500

لا دات نكتبو 5 فيفريي لا سورتي دونك شحال قلنا خرجات خرجات 800 دونك قلنا باش نبداو غادي نبداو بهادي دونك هي حطينا 400 كامله لحقاش 800 اكثر من 400 شنو كي تلاحظوا هنايا باللي ديك 800 راه تخرج منا هادي وغتخرج شي حاجه اخرى من هاد 500 دونك هي 400 تحسبات ب 9.2 عطاتنا 3680 كذلك شحال بقات دونك دونك بقات درنا 800 ناقص أربع ميه ناقص هاد ميه هادي دونك ميه دونك هاد ميه من خمس ميه دونك ربع ميه خرجات بتسعة فاصلة ها ناقص أربع ميه بقات أربع دونك كتخرج من خمس ميه دونك فاصلة خمسة ها دونك في شنو دونك ميه كاملة دونك 400 من ميه ميه

كونتيتنا لي 100 ديالش ديال 8.5 دك رضو البلغ اللي بخي يونيت تغي نايا دك ب 8.5 دك يللولا غادي تخرج هاييه اخر كومون يللولا غا تخرج دابا دك 100 اتخب ب 8.5 850 شح بقتلنا 200 ناقص 100 بقتلنا 100 هي، دك 100 هتخرج ديال هادي ماشي ديال هادي دونك في السطور بقات عندنا 100 لا قاش هاد 100 مشات ها هي ديال 8.5 و 100 ديال السود ها هي مشات كذلك دونك بقات لنا 100 ديال 89 ها هي بقات لنا 800 دونك دوز لوبيراسيون ديال 17 فيفري عندنا 500 5 بثمن ديال 9.5 درهم دونك 17 فيفري لي بيلي اونتري 500 في يونيتي 9.5 مونتور 4750 دونك جينا لو ستوك قيدنا ال 100 اللي ديجا عندنا وقيدنا لتحت هاد 500 دونك حنا ملي تكون عندنا واحد لا سورتي دونك كنعرفوا باللي غادي نسبقوا ال 500 هي ايه الاولى عاد ندوزوا لهاد ال 100 هادي دونك اخر اوبيراسيون عندنا 25 فيفري سورتي 400 يونيتي دونك كنجيو 25 فيفري لا سورتي شحال خرجات خرجات 400 دونك كنهزوها من هاد ال 500 يعني كنحسبوها بالثمن ديال 9.5 وكان قيدو على مئة ديال فاصله خمسه الاف الحاجة ميمكنش نلقاو في لصغتي. مثلا سبعميه وانت عندك مية. لها البال ميمكنش تكون هنايا مثلا شحال عندنا هنايا ميمكنش هنا تكون سبعميه وعندك عندك في دونك لها البال يعني الا كانت ستوك هنايا 700 عفوا في سبع مئة وانت عندك ستوك دوك راه شي خطا يا اما الاستاذ خطا في المعطيات او لا انت في هنايا يعني ضروري خص يكون عندك شيء صحيح هاد لو هذا دوك بحال مثلا هنايا 800 ياك هنا ولكن في عندك 700 دوك مستحيله كيفاش باغي تخرج من 100 من ستوك وانت عندك غير 700 دونك بحال هاد الحوايج هادو خاصكم تردو لهم البال حيت ما هنا مايمكنش تقول لي تكتب لي هنايا ناقص ولا شي حاجه دونك هنا ما كاين لا ناقص لا والو دونك عندك داكشي اللي في ستوك ولا يخرج ما عندكش اذا ما غاديش يخرج دونك هادي هي لا ميثود ليفو ان شاء الله من ورا الفيديو هذا نفس ليكزيرسيس عفوا نفس لي زانفو ديال هاد الكتغسيس ولكن غنخدمو به لا ميثود ديال كميب ابخي شاك اونتخي